أنا في يوم الأيام هون هذا المسجد كانت البساتين هون واصلة، وكان في هون ما كانش كله هذا مبني، وكان في هون مسلخ، كان في هون مسلخ للأغنام صلاة الصبح. ما قبل صلاة الصبح بشوي تيجي هالشليات شلت هالغنم، وقدامها غنمة، وسمعتوا المثال انتم بدي اكرره، هالغنمة ومحلق في رقبتها جرس ماشي قدام الغنمات عبين ما تدخلهن المسلخ، طيب ايه، اول يوم الغنم لحالها بترجع، ثاني يوم نفس الغنمة جايبة شلية جديدة بتدخلهم المسلخ، ونفس الغنمة هاي اللي براس رقبتها جرس بترجع. ها الله اكبر، شفتوا غنمة؟ ايوه بيجيبوا غنمة بتقودهم للمسلخ وبعدين ترجع، والجرس اللي برقبتها والغنم وراها، ولذلك انا وقتها لفت انتباه الناس، انتبهوا يا ناس، شفتوا الغنمة هذه اللي بتقود الشلية كل يوم على المسلخ، طبعا غنم ومش فاهمات القصة بتروح بترجع وبتجيب غيرهن، هي بترجع الغنم وبتجيب غيرهن ثاني يوم، وهذول نفس الموضوع، جماعتنا نفس الشيء، وبتزينون النقال بالوطنية والقومية ومقاومة الاستعمار، وكلها زائم ما انتصروش ولا بمعركة، وقال لما انتصروا استسلموا، كمان لما انتصروا استسلموا. ايش هذا؟ وانتم شايفين الغرب الان، الغرب الحمد لله انه كانت في بداية 2008 انهيارات اقتصادية وغيرها، وضعيف الان هو على فكرة، وممكن ينهار كله، وفي شيء اصلا قضية الشباب، هاي شبابه الان بده بيقدم شبابك، مش قضية تافهين يروحوا فيها. طب والشهداء شو هذا؟ ولكن في النهاية على فكرة الامة اللي بتوصل، في النهاية الأمة هاي ورطتونا.